أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تحرير الجيش الحر لمعظم المناطق في سوريا وبدء ملاحقة الناشطين من قبل النظام، ولأن حاجة المواطن السوري لوثائق الأحوال الشخصية هي حاجة ملحة كوثائق إخراج القيد المدني والفردي والعائلي، فقد عمد النظام إلى اتخاذ إجراءات أمنية صارمة بحق كل من يطالب بتلك الوثائق أو يسعى إليها، مما أدى إلى حدوث إشكاليات كبيرة ضرت بمصالحه. فكان لابد من إيجاد جسم سياسي بديل عن النظام، فتمخض الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، والتي انبثقت عنه ممثلية الائتلاف الوطني في غازي عنتاب. يسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف المحامي الأستاذ كامل أطلي، الكاتب والباحث السياسي وملحق الشؤون القانونية والوثائق في ممثلية الائتلاف الوطني في غازي عنتاب. مرحبا بك أستاذ كامل. أهلا وسهلا بك أستاذ كامل. لو سمحت أن تحدثنا عن ماهية ممثلية الائتلاف الوطني في غازي عنتاب وما هي ملحقية الشؤون القانونية. إن ممثلية الائتلاف الوطني في غازي عنتاب هي بمثابة قنصلية تقدم خدماتها للمواطنين السوريين عامة والمواطنين السوريين الموجودين على الأراضي التركية خاصة، ومن ضمنها الشؤون القانونية أو الأحوال المدنية والشؤون القانونية التي هي من صلاحيات ملحقية الشؤون القانونية والوثائق في الممثلية. إذا الملحقية أستاذ كامل يعني تعنى في الشؤون القانونية فقط، في الشؤون القانونية والأحوال الشخصية للمواطن السوري المقيم في الأراضي السورية، المقيم في الأراضي التركية وفي الأراضي السورية أيضا، أم ماذا يعني؟ نحن نخدم من الناحية القانونية ومن ناحية التوثيق كل السوريين المتواجدين على الأراضي التركية، إضافة إلى أي سوري بحاجة إلى وثائق رسمية، نحن نغطي هذا الجانب من توثيقه وإعطائه وثيقة رسمية. طيب أستاذ كامل، متى بدأتم العمل في هذه الملحقية؟ بدأنا العمل في ملحقية الشؤون القانونية والوثائق، طبعاً الممثلية كانت سابقة بفترة وجيزة، ولكننا بدأنا العمل في ملحقية الشؤون القانونية والوثائق بتاريخ 15/4/2013، وبدأنا بتغطية عدة خدمات للمواطنين السوريين، خدمات قانونية طبعاً للمواطنين السوريين، من ضمنها توثيق العقود بين الأشخاص أو الفرقاء السوريين المتواجدين على الأراضي التركية وتوثيق هذه العقود، إضافة إلى تنظيم وكالات الكاتب العدل ضمن حدود معينة وتوثيق إفادات الشهود خشية من ضياع الشهادات والحقوق الناس بوفاة الأشخاص أو انتقالهم وسفرهم خارج الحدود، إضافة لتقديم الاقتراحات والطلبات من الحكومة التركية لتحسين ظروف المواطن السوري في تركيا. وكما نسجل، كما قمنا بتسجيل ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وإعطاء شهادة تسجيل ضمن معايير دقيقة لجعلهم مؤسسة حقيقية تنشط في مجال تغطية الخدمات للسوريين عامة في سوريا أو خارج سوريا. طيب أستاذ كامل، عفوا بالنسبة لموضوع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في الشأن السوري، هل اعتمدتم على قانون معين؟ هل اعتمدتم على القانون السوري السابق أم استحدثتم آليات وضوابط جديدة؟ يعني ما هي سؤال مهم، كون أنه النظام كان يمنع الحريات وكان يمنع التجمعات وقيام أي صفة مدنية، لذلك نحن لم نقوم بالاعتماد على القانون السوري، وإنما أوجدنا لائحة تنظيمية مؤقتة لحين وضع قانون شامل وعام لسوريا الحرة إن شاء الله. نحن بهذه اللائحة اعتمدنا فيها معايير بسيطة وتساهم في صنع وبناء مؤسسات حقيقية ترعى مصالح السوريين من ضمن تأطيرهم من ضمن منظمات وجمعيات. طيب أستاذ كامل، هل هناك جمعيات بادرت بالتسجيل لديكم؟ يعني ما هي الانطباعات ردود الأفعال من قبل المنظمات العاملة في هذا الشأن؟
طبعا بادرت جمعيات كثيره ومنظمات كثيره. امثله لو سمحت تذكر لنا، هل اصدرتم وثائق في هذا الشان في هذا الخصوص؟ طبعا اصدرنا عده شهادات تسجيل، ويوجد كثير من المنظمات والجمعيات. مثل ماذا استاذ؟ كثير من المنظمات والجمعيات ننظر الان في او نساعدهم في ترتيب امورهم لحين منحهم شهاده التسجيل. التسجيل وليس تسجيل ترخيص. ام ترخيص استاذ كامل؟ نقل نحكي فيها انه هي تسجيل وليس ترخيص، نحن نقوم بتسجيلهم. طب ما الفارق بينهما استاذ؟ الفارق هو التسجيل، يقومون بتسجيل لدينا ونثبت تسجيلهم وكونهم يعملون فعلا على الارض، بينما الترخيص تقوم فيه دولة لها سيادة ومن حقها المنع أو السماح. فنحن لحتى اللحظة لا يوجد لدينا كامل الصلاحيات أو السيادة أو الإمكانيات السيادية على الأراضي السورية. تمام. طيب أستاذ كامل، حدثتني منذ قليل عن أنواع من الخدمات التي تقدمونها. عفواً لو سمحت، تحدثتني عن الخدمات القانونية كوثائق الأحوال الشخصية المتعلقة في الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق وإلى آخره. طيب لو سمحت، لو تحدثني عن الضوابط والقوانين التي اعتمدتم عليها في استخراج تلك الوثائق، هل كان الأمر اعتباطياً أو معتمداً على القانون السوري فقط؟ أم ماذا يعني كانت الآلية يعني بالضوابط؟ أولاً أريد أن أنوه أننا لا ننشئ حالة. لا تنشئ حالة كيف يعني؟ ما معنى لا تنشئ يعني حالة؟ نحن نوثق واقعة حدثت فعلا كزواج أو ولادة، حدثت فعلا. كوننا لسنا جهة قضائية حتى ننشئ حالة. نحن نوثق ما تم فعلا لنضعه ضمن إطار رسمي وعدم انفلات الأمور من ناحية الأسرة طيب حتى تلك الوثيقة مثلا، لو أخذنا مثال وثيقة الزواج على سبيل المثال، حتى تخرج في شكلها القانون النهائي، بكل تأكيد هناك ضوابط أو آليات أو قوانين اعتمدتم عليها، فما هي لو تحدثنا لو سمحت عن تلك القوانين والآليات والإجراءات التي اعتمدتم عليها؟ بداية قمنا بعملنا بشكل شخصي، بجهود شخصية وفردية بسيطة، فوضعنا عندما بدأنا بالعمل وضعنا القوانين التي سنبني عليها هذه الوثائق. فابتدأنا بقانون الأحوال الشخصية وقانون الأحوال المدنية. قانون الأحوال الشخصية السوري. نعم، قانون الأحوال الشخصية السوري وقانون الأحوال المدنية، إضافة إلى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، كوننا نعمل في خارج حدود الدولة السورية. إضافة إلى أننا بعد من بدأنا في إصدار بعض الوثائق وبدأنا في الانتقال إلى الجانب العملي، افتتح مجلس مدينة حلب فرعا أو مكتبا لتوسيع. قبل أن نتحدث أستاذ كامل لو سمحت عن مجلس مدينة حلب، أريد منك في هذا الخصوص أن تذكر لي الوثائق التي قمتم بإصدارها إلى الآن. نعم، نحن قمنا بإصدار وثائق إضافة إلى ما ذكرنا، قمنا بإصدار وثائق الزواج، الولادة، الطلاق، طبعا بيانات الطلاق، المخالعة أو الطلاق. كيف أستاذ كامل؟ يعني يأتيك مثلا، تأتيك عائلة مثلا يريدون الطلاق فتطلقهم، كيف يعني تسير الأمور؟ الطلاق نحن لسنا جهة قضائية حتى نقوم بإجراء التفريق للعلل الموجب للطلاق أو السماع والدخول في قضايا الطلاق المشاهكة. يعني مطلقين وخالصين، كنوا جاهزين مطلقين. إضافة لأننا نجتمع معهم، وفي بداية الأمر نحضهم عن التراجع عن هذه الخطوة. جميل. في حال أنه مستمرين نحن نسمع إقرارهما الطرفين ونثبت ذلك. إذا أنت توثق واقع الطلاق حدثت بينهما سابقا. نعم. ومثلها أيضا في المخالعة أستاذ؟ نعم. أم هل يختلف الأمر؟ وكذلك في المخالعة. طيب أستاذ كامل لو سمحت، بالنسبة لموضوع مثلا الزواج، يعني مثلا جاءك رجل وامرأة يريدان مثلا الزواج، فكيف تسير في الأمر؟ كيف الإجراءات؟ يعني أنت تعلم أن الأوضاع السوريين مخلخلة مضطربة، تأتيك أحيانا الامرأة والدها ليس معها، يعني كيف عالجتم تلك الأحوال، تلك الوثائق يعني كيف صدرت في الشكل النهائي؟ إن لموضوع
موضوع الأحوال الشخصية جوانب حساسة ودقيقة للغاية، خاصة أنها تدخل في عمق الأسرة السورية، وطبعا الأسرة السورية دائما هي أسرة محافظة أسرة تحافظ على كيانها، لذلك نحن حاولنا أن نحمي هذه الأسرة لأنها هي أساس الدولة وهي العمق الحقيقي للدولة القادمة إن شاء الله. لذلك نحن قمنا بحماية هذه المؤسسة أو هذه المؤسسة الفردية أو الشخصية لكل أسرة معينة، فقمنا بالحفاظ، كنا بجانب مسؤول كأب يحمي أولاده، فلم نوثق بشكل عشوائي ولم نقم بمعاملات زواج غير حقيقية أو إلا ضمن معايير حقيقية قائمة على القوانين والشرع والأصول. فبالنسبة للزواج نحن أستاذ كامل عفوا للمقاطعة، ولكن وردتني بعض الأسئلة بخصوص الزواج المتبع لدينا، هو زواج شرعي أم زواج مدني؟ قبل الخوض في تفاصيل هذا الأمر لو سمحت. هو زواج قائم على قانون الأحوال الشخصية وقانون الأحوال الشخصية؟ قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين تمام، يراعي الشرع الإسلامي، بالنسبة لغير المسلمين إذن زواج شرعي وليس مدني بالنسبة للمسلمين، وأما غير الديانات يراعي كل منهم حسب قديمه ومذهبه. طيب أستاذ كامل، الإجراءات الآن لو سمحت. الإجراءات بالنسبة للزواج، نحن نطلب وجود الأشخاص أو الزوجين، بما أنه نحن لا نمشي الحالة فيكون متزوجين تمام متزوجين، فنحن نتوقع وجودهما، فإن أغاب أحدهما يمكن توكيل شخص يحل مكانه، ويجب أن يكون ما يشير إلى بطاقة تعريفية بطاقة شخصية أو جواز سفر، إضافة إلى والي الزوجة يجب أن يكون موجود. طب إن لم يكن موجود أستاذ، بإمكاني تفويض شخص آخر أو الزوجة لذاتها لتزويج نفسها. طيب ونطلب وجود عقد عرفي أو أي وثيقة تم الزواج. ما المقصود بالعقد العرفي أستاذ كامل؟ هلا بما أنه نحن لا يوجد أي جهة مثل المحاكم أو أي تقوم بالتزويج، فالمواطنين اضطروا إلى عقد زواجهم أو بإبرام زواجهم وفق العرف، وهو عقد شرعي. يعني يلجؤون إلى شيخ مثلاً إلى كاتب مقبول بالعقد بينهم، فشيخ أو محامي أو رجل ذو سمعة جيدة يقوم بإمكانية معقولة من الوعي يقوم بعقد قرانهما وفق أصول محددة ومعروفة، من وجود شاهدين وولي زوجة، إضافة إلى يجب أن يكون في العقد ما يشير إلى أنهما تبادلا صيغة الإجابة القبول والشاهدين، وطبعا نريد أو نطلب صور عن هويات بطاقات جميع هؤلاء، ونطلب إضافة إلى ذلك بيان قيد فردي للزوجة لبيان حالتها العائلية، فإن استحال الأمر وغالبا ما يستحيل الأمر فنحن ننظم ضبط عزوبية يسمى ضبط عزوبية، ننظم فيه شهادة يعني توثقون به حالتها الاجتماعية إن كانت عازبة إن كانت مطلقة، شاهدين من أقربائي حتى الدرجة الرابعة الذين يعرفون حالتها العائلية حقا، ونحذفهم اليمين وننظم ذلك بضبط اسمه ضبط عزوبية، ويكون بديلا عن إخراج قيد المدني. طيب أستاذ كامل، لو كان هناك حمل، هل تقبلون بمثلا بتقرير ولادة بوجود الحمل عوضا عن ذلك الضبط؟ أو لأن ليس دائما ممكن أن يكون متوفرا الشهود وموضوع الشهادة، أنت تعرف يعني أقارب من الدرجة الرابعة يعني ليس من الضروري أن يكونوا متواجدين دائما معهم، ولكن مثلا إذا صادفتك تلك الحالة، مثلا زواج مضى عليه حوالي سنة تقريبا وبوادر الحمل واضحة مثلا أو ادعاءات الزوجة تقول أني أنا حامل. حتى أفيدك أكثر، أنه يوجد منهم من صار عنده أطفال وهو على وضع بيبي على زواجهما غير موثق رسميا، لذلك نحن في حال وجود ولادة أو حمل نستغني عن موضوع الإخراج. إذا يعني أستاذ كامل، وفق القانون السوري طبعا نحن لا نبتدع
شيء جيد. القانون الأحوال الشخصية السوري. الأحوال الشخصية. طيب أستاذ كامل، معنى ذلك أن يعني وثيقة الزواج أو بيان الزواج كما تسميه حضرتك حتى يخرج في شكله النهائي يجب أن يكون الطرفان موجودان أو وكلاهما القانونيان من ينوب عنهما. يجب أن يكون هناك عقد زواج عرفي مستكمل الأركان. عقد زواج عرفي أو إذا في محكمة خارج سوريا. نعم. أو إذا وافقت، إذا تطابقت مع القانون السوري. نعم. فلا يوجد إشكال. جيد. أيضا إخراج قيد مدني للزوجة يفيد بحالتها الاجتماعية. نعم. صور عن هويات الشهود. نعم. وبذلك فما هي الوثيقة تصدر؟ نصدر بيان قيد زواج. تمام. موثق وننحهم على نسختين للزوج والزوجة، إضافة إلى بيان قيد عائلي يوثق هذه الرابطة العائلية التي حدثت بدل البطاقة العائلية، كوننا لا نملك إصدار بطاقات عائلية حتى الآن، وإمكانهم طيب. حتى السفر. طيب أستاذ كامل، عفوا للمقاطعة، ولكن إن صادفتك حالة مثلا يوجد عقد زواج عرفي ولديهم طفل وليس هناك سابقة لتثبيت هذا الزواج، فكيف تعمل على هذا الأمر؟ في بداية الأمر نقوم بتثبيت الزواج، بعد أن نوثق الحالة الأصلية نقوم بتوثيق حالة الولادة. الولادة. نقوم بتوثيق حالة. هل هناك شروط للولادة أم ادعاءات الأبوين تكفي أن هذا الطفل هو ابني فتقوم؟ لا أكيد لا، حفاظا على تغريب الأطفال أو اختطاف الأطفال أمور كثيرة قد تحدث لا سمح الله، فإننا نقوم بإجراء في معايير دقيقة من هذه الناحية، نقوم بتطبيقها على هذه الحالة. منها في حالة أن كانت الولادة في تركيا نحن نطلب وثيقة أو شهادة الولادة في تركيا وتكون مترجمة. طبعا الأتراك عندما تكون هناك ولادة في مشافيهم يعني يدققون في صفة الأم أو الأب ويعطوا فيهم شهادة ولادة، ونحن نقوم بتوثيق هذه الحالة وضمها إلى الأطوارة، إضافة إلى صور عمليات وبطاقات الزوجين، إضافة على نطلب ما يشير إلى فنحن نقوم في هذه الحالة بطلب ما يثبت ويشعر أن هذه الولادة تمت بأي مشفى أو يعني شهادة مشفى أو القابلة القانونية التي جرت على أيدي هذه الولادة، إضافة إلى وجود شاهدين من الأقرباء حتى الدرجة الرابعة الذين يعرفون حقا بارتباط هذا المولود بهذين الوالدين. طيب أستاذ كامل، بالنسبة مثلا لموضوع الوفيات، هل صادفتكم في حالة لازم نذكرها، هي حالة استثنائية، في حال وجود ولادات توأم، في حال انه في وجود ولادة توأمين يراعى في هذا الامر ان يكون هناك شهادة تسجيل شهادات ولادة لكل واحد في من هذه التوأمين، مع ذكر بشكل دقيق موعد او ولادة الولادة بدقة، تاريخ ساعة الولادة بدقة بتحديد أيهما أكبر، إضافة إلى وجود ميزات أو علامات فارقة في التوأمين، ومصدر بيان لكل واحد على حدة. تمام. طيب أستاذ كامل، الآن أنت ذكرت لي بيان زواج، بيان عائلي، بيان ولادة. طيب أستاذ كامل لو سمحت، الوفاة في كمان قبل أن نأتي على الوفاة أريد أن أسأل حضرتك، هل قمتم بإصدار وثائق وإخراج قيد مدني فردي مثلا؟ هل قمتم بذلك خاصة أن لدى النظام هذا الأمر متعذر ويجب في ظل الإجراءات الأمنية الحالية يجب أن تكون حاضرا بنفسك ليقوم بعملية الفيش والتشبيه وإذا كنت مطلوبا إلى آخره، فكيف عالجتم هذا الأمر؟ نحت
رشق الفردي. في بداية نحن لم نصدر هذه الوثيقة لأنه خدمة لمصالح واحتياجات الناس وجدنا أنه يجب أن نصدر هذه الوثيقة، ولكننا اعتمدنا في ذلك. هل المعايير؟ نعم أكيد. اعتمدنا في ذلك على أن نأخذ المعلومات من البطاقة الشخصية مباشرة وإفراغها على القيد الفردي. تقصد الهوية الشخصية؟ أيوة البطاقة الشخصية. ونذكر ذلك في البيان أن هذه المعلومات مأخوذة من البطاقة الشخصية. طيب لم تكن هناك بطاقة شخصية أو هوية يعني، فهل تقبلون مثلا بدفتر عائلة؟ هذا من ناحية الدفتر العائلي أو البطاقة العائلية. من ناحية البيان العائلي كمان نقوم بإفراغ المعلومات الموجودة فيه كما هي. وحتى لسنا نحن الوحيدين نقوم بهذا العمل، حتى في أيام النظام عندما كان توقف الشبكة كانوا يقومون بهذا العمل باليد ويكسبون ذلك أنهم تم إفراغه من هذه المعلومات من البطاقة الشخصية أو من البطاقة العائلية. طيب أستاذ كامل، مثلا لو جاءك شخص أو فتاة مثلا ليس معها لا بطاقة شخصية ولا دفتر عائلة ولا جواز سفر وليس معها أي شيء ما يثبت يعني شخصيتها، وهي مقيمة كما تعلم أنت في بلد أجنبي، فكيف عالجت هذا الأمر؟ نظرا للظروف الطارئة والحالات الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري من حالات قصف ونزوح مفاجئ، خرجت عائلات كثيرة بدون وسائق أو بدون حتى إلا بالملابس التي عليها أو بعض الحاجيات البسيطة، لذلك وتوافدوا بشكل كبير إلى تركيا، وحدثت مشكلة حقيقية في هذا الأمر، وقصدونا في معظم الأحيان ليوثقوا أو يطلبوا منا ما يدل على شخصيتهم. هذا الأمر خطير للغاية لأنه قد يشرع دخول أشخاص غير سوريين في مستقبلا، لأنه في معظم الوثائق أو المراكز الرسمية يحرقها النظام بحجة وجود الإرهابيين كما يقول، ويقوم بإحراقها للإضرار بالشعب السوري لإنهاء الحالة الاجتماعية للمناطق. يعني تقصد مثلا يعني ماذا يمكن أن يفعل مثلا النظام في مثل هذه الحالات يعني ماذا يستفيد لو أحرق مثلا بيانات السجل المدني أو ما شابه ذلك؟ جعل إرباك وخلق إرباك وخلخلة في بنية الأسرة والمجتمع السوري وإدخال عناصر غريبة وأجنبية من ضمنهم. لذلك نحن نقوم بوضع معايير دقيقة وفي حالات خاصة جدا بمنح بطاقة تعريف. هذه البطاقة لا نمنحها إلا يعني تقومون بإصدار بطاقة تعريف. نعم. بالشخص المحروم من تلك الوثائق. نعم. يعني أو الذي لا يملك أي وثيقة. نعم. نعم. لكن ضمن معايير دقيقة، منها وجود ما يشعر على الأقل بأي شيء يشعر ولو كان غير رسمي بهذا الشخص من هو. مثلا نفرض إنه إذا كان معه صورة عادية أو بطاقة قيادة سيارة أو نعم. أو أي شيء يشعر أنه، وإضافة إذا لم يكن هذا متوافر يمكن أن يقوم بإجراء ضبط تعريف، يقوم شاهدين معرفين من أقربائي حتى الدرجة الرابعة حصرا، لأنهم هم الأسرة دائما هي الحريصة على عدم دخول أي شخص غريب في بيتنا، يقوم بتعريف عنه ونقوم بطلب ثلاث صور شخصية لتبين كامل ملامحه، ونقوم بمنح هذه البطاقة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، فإن عاد واستحصل على وثائقه ألغينا البطاقة، وإن لم يحصل على هذه الوثائق نجددها له مع مراجعته لنا كل 3 أشهر وإلا تعتبر لاغية. وهذه البطاقة ليست دائمة وهي مؤقتة ولإجراءات يعني كثير ما تكون دقيقة واستثنائية جدا. طيب. كما أن هذه البطاقة نمنحها للمنشقين عن الجيش السوري والذين لا يملكون بطاقات شخصية، هو
حقوقيات شخصية. طيب أنا سألت على ذكر هذه المسألة أستاذ كامل، بالنسبة لموضوع العناصر التي تنشق عن النظام، ماذا أنتم فاعلون لأجلها؟ يعني مثلا عسكري كان أو ضابطا، سواء كان ضابطا أو صف ضابط أو مجند أو إلى آخره، انشق عن النظام والتحق مثلا أو لم يلتحق في الجيش الحر وجاء إلى تركيا، فماذا أنتم فاعلون لأجله؟ يعني هؤلاء الشخص ليس لديه أي وثيقة تثبت ذلك، وخاصة أنه من الممكن أيضا إذا دخل إلى الأراضي السورية المناطق المحررة مثلا قد يقع له إشكال مع الجيش الحر، يعني ليس هناك ما يثبت أنه منشق عن النظام، فكيف باستطاعتكم أن تخدمون ذلك الشخص؟ يعني غالبا هؤلاء يكونون قد نظموا ضبوط انشقاق. طب إن لم ينظموا؟ في حال أنه كان لا يوجد لديه ضبط انشقاق، وتوجد حالات يعني ولو كانت استثنائية في هذا المجال، نقوم نحن بتنظيم ضبط بناء على أقواله الشخصية، وإضافة إلى وجود شاهدين ممن ساعدوا في عملية انشقاقه، إضافة إلى وضع معلومات كاملة التي تضبط مكان خدمته ووجوده وكافة الأمور التي تخص انشقاقه، نضعها في ضبط وننظم ضبط فيها ونضعها في إخباراتي ونمنح هذه الوثيقة بالشروط السابقة التي تكلمنا عنها، إضافة أننا نعطي هذه الوثيقة التي هي بطاقة التعريف للأشخاص الذين صاروا بسن منح البطاقة الشخصية ولا يستطيعون أن يحصلوا على البطاقة الشخصية، فمن الهام جدا من الضروري أن نعطيهم شيء يثبت شخصيتهم، لأنهم كانوا أطفال وصلوا لمرحلة من الوعي ما يشير إلى أنهم صاروا بمرحلة البلوغ ولا يوجد لديهم ما يثبت شخصيتهم، لذلك ما نمنعهم هذه ضمن الشروط السابقة ذكرها. طيب أستاذ كامل، يعني تقريبا أنتم تصدرون حوالي 7 وثائق أو 8 وثائق، طيب ما هو الاختصاص المكاني لعملكم؟ وما على أي وقع؟ الاختصاص المكاني كما نحن نوثق الوفاة ونعطي بيان. جميل. والوفاة إذا أنتم تعالجون يعني تقريبا أو كل الوثائق، كل الحالات المتعلقة في الأحوال الشخصية بالكامل، يعني ليس هناك أي تنقيص أو يعني غطيتم عمل النظام بالكامل يعني. إن شاء الله. الحمد لله. طيب أستاذ كامل، الاختصاص المكاني لعملكم على أي رقعة جغرافية تعملون؟ أنت استهليت كلامك في البداية أنكم تعتبرون أنفسكم كعمل قنصلي كقنصلية، فعلى أي رقعة جغرافية تعملون؟ نحن نقوم بتغطيه الجانب القانوني في مجال الأحوال المدنية لكافة السوريين المتواجدين على الأراضي التركية أو الذين يقدمون إلى الأراضي التركية. فنغطي هذا الجانب وهذه الشريحة من المقيمين والتي تعدادها يفوق المليون إنسان. كيف تقومون بالتغطية؟ أولا نحن في ممثل الائتلاف، الوثيقة تصدر بختم ممثل الائتلاف بعد أن ندققها نحن ونوثقها ونعطيها الصيغة النهائية والتوقيع والختم النهائي من ملحقياتنا، نحيلها ثم إلى ممثل الائتلاف الوطني في رأس عنتاب الذي يمنحها الختم والتوثيق النهائي والتوقيع النهائي الذي هو معتمد في شرعنة هذه الوثيقة، لأننا نأخذ شرعية ما نقوم به من الائتلاف الوطني السوري كونه هو السلطة. لم تجبني على سؤالي أستاذ كامل، أنا سألتك كيف، ما هي البقعة الجغرافية التي تعملون عليها؟ كيف تقومون؟ أنت قلت لي أنكم تغطون هذه الأعمال. كيف تقومون بالتغطية؟ يعني أنا انطلق في بداية أنا من غازي عنتاب ثم الغازي عنتاب انتهينا منها الآن، كيف يعني مثلا لو يعني مثلا كان أحد في أنقرة هل يأتي لديك إلى عنتاب مثلا؟ نحن تحت الضغط الحاجم وخدمة الناس الذين لا يستطيعون أن يتحملوا عبء الانتقال إلى الغازي عنتاب، لتأمين وتسهيل خدمة هؤلاء الناس قمنا بافتتاح بعض مكاتب الأحوال المدنية فيما يخص الأحوال المدنية. يعني مكاتب أم يعني ممثليات؟ مكاتب، لا ليس ممثليات، مكاتب للأحوال المدنية، يعني تعنى فقط في شؤون الأحوال الشخصية والمدنية فقط، يعني فقط في معالجة تلك الأحوال المدنية. تمام. فقط. تمام. هذه المكاتب منتشرة على تغطي تقريبا
كثير من تواجد السوريين في تركيا. هل ممكن تعداد السكان؟ حاليا في الريحانية، في كلس، في أنطاكيا، في كثير من نعم. يعني في تقريبا 10 مناطق نعم. في تركيا، وإن استغل هذه الفرصة لأحيي المحامين الذين يقومون على هذا العمل التطوعي والتطوعي تماما بدون يعني أستاذ كامل يرأس هذه المكاتب محامون؟ محامون نعم على محامون أم حقوقيون؟ هم محامون على مروا في تجربة طويلة في المحاماة وهم عندهم من الخبرة الكافية ما يعرف يعني متمرسون فيه متمرسون تماما وهم خبراء في هذا المجال. تم تعيينهم بناء على تواجدهم في المناطق في هذه المناطق وهم متطوعون تماما بدون أي أجر، حتى أننا لم نستطع أن نؤمن لهم طبعا بيسر بعد وجود تمويل ما يكفي. هم في أماكن عملهم أو في أماكن تواجدهم قاموا بتأمين المكاتب التي يعملون فيها للتوثيق بشكل تطوعي، ثم بعد أن يقوموا بتوثيق هذه الوثائق يرسلونها إلينا ونحن نعطيها الخاتم الرأي النهائي والذي نعم. هو يعني الإخراج النهائي هو عندكم يعني. نعم بما أنه هو الختم المعتمد في أعطاء الوثيقة النهائية الرسمية. تمام. طيب أستاذ كامل، يعني بصراحة بعد كل هذا العناء وكل هذا كل هذا الجهد، هل من شرعية لتلك الوثائق؟ هل لها قوة دولية؟ هل لها اعتراف دولي؟ يعني صراحة وردتني الكثير من الأسئلة في هذا الخصوص عن مدى شرعية هذه الوسائل التي تصدرونها، يعني هل لها بداية تصدينا لهذا العمل بشكل شخصي بدون أي شرعية إلا من شرعية الائتلاف، كوننا نحن ممثلية للائتلاف الوطني. ولم يكن هناك كان هناك منظمات أو مكاتب لتوثيق الأحوال المدنية تعتمد من ناحية توثيقية عادية بدون إصدار شيء رسمي، كما تعرف في يوجد منها من تطور وصل أن تكون وثائقه معترف عليها اعتمادا على خاتم تركي أو توقيع تركي، فتكون وثيقة سورية لكنها بشرعنة تركية أو بشرع يعني تقصد حضرتك أن الوثيقة التي تصدر تمام يعني تقصد حضرتك أن الوثيقة التي تصدر عن تلك الجهة ليست سورية ليست سورية. نعم نحن عملنا تكتسب حجيتها من تلك الدولة يعني من خاتم وتوقيع. نحن عملنا منذ البداية وأصرينا أن تكون وثيقة سورية وطنية رسمية تماما لسوريا الحرة. طب هل هناك دول اعترفت بها؟ وقد الحمد لله نتيجة كثافة العمل وانتشاره وجدت دول كثيرة أن لا بديل أن عم تغطية الملايين من السوريين المتواجدين خارج سلطة النظام وهم الأغلبية، فهدول ما نزلوا من السماء يعني هدول يجب أن من يغطيهم ويبقى. فبوجود الائتلاف وهو الصفة الرسمية الوحيدة ما زالت حتى الآن ونحن ممثلين ونحن في ممثلية الائتلاف الملحقية التابعة لها قمنا بتوثيق هذه وإعطاء الصفة الرسمية لهذه الأوراق، وكثير من الدول الحمد لله بدأت بالدول العربية مثل من؟ معظم الدول العربية وبدايتها الخليجية وعلى رأسها الدول الخليجية مصر قبلت نعم. معظم الدول العربية قبلت في وثائقنا إضافة إلى كثير من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا ألمانيا بشكل غير معلن يعني هل توجد دول أوروبية اعترفت بوثائق نعم. مثلا أعطيك مثال بلغاريا لا ترفض وثائق النظام وتقبل بوثائقنا نحن إضافة لكثير وبدأت الدول لأنه لا يوجد حد لأنهم وجدوا كمان إضافة إلى ذلك أن ننظر وثائق بمعايير دقيقة معتمدة على قوانين صحيحة وبضمن معايير لا يوجد فيها طب هل قام عفوا أستاذ كامل هل قام أحد بزيارتكم مثلا هل قامت خارجيات الدول مثلا يعني أنت حدثتني عن دول أوروبا وهي الأهم بالنسبة لل فهل قام أحد مثلا بزيارة الممثلية على المكتب القانوني راجعكم يعني طبعا حيث أننا كما أسلفت أننا نعمل كقنصلية من العادي طبعا طبيعي جدا أن يكون هناك زيارات وفود أجنبية إلى القنصلية وقد أوفدوا بشكل خاص ومفردين لمتابعة عمل الوثائق التي نقوم بها
ودراستها، ووجدوا أننا نقوم بعمل احترافي وحقيقي ويقوم على قوانين ومعايير دقيقة، لذلك هم لا يوجد لديهم مانع. لكن كما تعلم هناك أمور قانونية لا يستطيعون الإفصاح عنها، ولكن يتم بشكل يعني بشكل مبطن بشكل هذه الوثائق واقعي كاعتراف أمر واقعي يعني. كون هناك لا يوجد اعتراف دولي حقيقي لهذه الأمور الأمة به. جميل جميل. أستاذ كامل، السؤال الأكثر إلحاحا والذي يقض مضاجع السوريين، جوازات السفر ما هي أوضاعها؟ كيف ستقومون بمعالجتها؟ فبصراحة يعني وردتنا الكثير من الأسئلة على صفحة القناة، يعني جلها أو معظمها تسألنا عن جوازات السفر، فما هي الخطوات التي اتخذتموها؟ أسمع منك الإجابة أستاذ بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم نسمع الإجابة سوية. أهلا بكم من جديد أستاذ كامل. كنت قد سألتك عن جوازات السفر والمعطيات، والأسئلة التي بحوزتي كثيرة جدا كما أخبرتك، فما إجاباتكم عن هذه المسألة؟ كما نعلم أن من أهم الحقوق التي يجب أن يحصل عليها المواطن السوري هي جواز السفر، لأنه يعطيه حرية في التنقل وفي الإقامة في أي بلد يشاء. لكن هذا الأمر فيه معضلة قانونية ودولية فعلا فيها إشكالية، وهي أنه لا يجوز إصدار هذا الجواز من جهتين في دولة واحدة، فيجب أن تنزع شرعية النظام السوري. نحن نطالب المجتمع الدولي في نزع شرعية النظام السوري والاعتراف بشرعية الجهة التي تمثل الشعب والتي هي من واجبها أن تمنح جواز السفر بعد الاعتراف الدولي، ونحن إن شاء الله قد يتحقق هذا الأمر. إلا أنه في هذه المرحلة تم التوافق مع المجتمع الدولي على إصدار، على الأقل مع أصدقاء سوريا، على إصدار أو تجديد جوازات السفر في حال أنه كانت منتهية المدة أو قبل أن لن تنتهي لإصدار لتجديد هذه الجوازات. إذن تجديد أو تمديد فقط يعني؟ تمديد. كانت منتهية مدته والآن يضعون اللمسات الأخيرة على الأمور اللوجستية، مراعاة الأمور اللوجستية من الجهات التي ستجدد، من الجهة التي ستقوم بالعمل والمراكز وإلى ما هنالك، كما علمنا يعني من الحكومة والائتلاف. نعم، إذا نحن أمام يعني نحن ننتظر الآن المجتمع الدولي أن ينزع الاعتراف عن نظام بالنسبة للإصدار. نعم، بانتظار أن ينزع المجتمع الدولي اعترافه عن نظام بشار الأسد، واستبداله بنظام سياسي بديل يمثل الشعب السوري بالكامل. ليس المجتمع الدولي من يقوم باستبداله، بل نحن من نقوم باستبدال هذا النظام القائم. نعم، إن شاء الله في القريب العاجل. طيب أستاذ كامل، تعلم أنت يعني مؤخرا قامت الحكومة التركية يعني مشكورة بإصدار بطاقات تعريف للسوريين المقيمين على أراضيها، فهل لديكم أي معلومات عنها؟ الفائدة المجناة من إصدار تلك البطاقات أو نعم. يعني حدثنا عنها. نعم. ما هي معلوماتك؟ بداية أحب أن أشكر الحكومة التركية والشعب التركي على ما يقدموه وما قدموه لنصرة هذا الشعب المظلوم، الشعب المنكوب الذي عاثت فيه نظامه وعاث فيه قتلا وتشريدا والإجوان. ولولا وجود تركيا الجارة التي فعلا ساندتنا في هذه المحنة لوجدنا صعوبات أكثر من هذه الصعوبات بكثير. ومن ضمن العطايا التي قامت بها الدولة التركية مشكورة أن قامت بإصدار بطاقات تعريف إلكترونية باللغتين العربية والتركية تغطي اللاجئين السوريين الذين بلغ تعدادهم في تركيا أكثر من 1,000,000 لاجئ. تم استقطاب وتوطين 220,000 لاجئ في مخيمات تركيا مؤقتة لحين العودة إلى الأراضي السورية إن شاء الله قريبا بعد سقوط النظام، والباقي يعيشون ضمن المدن التركية في وضع إنساني لا يقل سوءا عن الأوضاع المزرية التي يعيشها بقية السوريين إن كانوا في مخيمات أو خارج مخيمات.
لذلك الحكومة التركية لعدم وجود جوازات سفر تغطي هؤلاء الناس أن تمنحهم بطاقة تعريف سورية تركية. نعم. وإضافة إلى أنها بهذه البطاقة تكفل لهم العلاج المجاني في المشافي التركية، المشافي الدولية التركية. نعم. والحكومية التركية، والعلاج أيضا، إضافة لتوزيع الإغاثات أو المعونات التي تخص هؤلاء المحتاجين عن طريق هذه البطاقة الممرقة أو الإلكترونية. وأنا يعني أريد أن أنوه وأدعو كل السوريين إلى أن يقوموا ويسارعوا ويوادروا إلى تسجيل على هذه البطاقة في مركز المركز الذي يجب أن يقصدوه هو الأمنيات في كل مدينة تركية. الأمنيات إلا بغازي عنتاب هي في نفس المكان الذي كان يحصلون فيه على بطاقة الكامل اللي نعم. هي البطاقة الصحية. نعم. طيب أستاذ كامل، كم شخص يعني كم بطاقة يعني يحق للشخص الحصول عليها يعني تكملتها؟ هنا سؤال غاية الأهمية. نعم. الحكومة التركية طلبت وبشكل ملح نعم. أن لا يقوم أي شخص بأن يستصدر أكثر من بطاقة واحدة في المكان الذي هو فيه، ومن يقوم بعمل مخالف يخضع لجرم جزائي سيحاسب عليه ضمن القانون التركي المعمول فيه على الأراضي التركية، إضافة إلى حرمانه من الاستفادة من هذه البطاقة ويتسحب البطاقة منه، وإضافة إلى أنه لا يجوز أن يحرم منها لاحقا. وكما نعلم نحن جميعا أن تركيا بلد قانون ويستند على قوانين حقيقية وصارمة، ونحن في بلدهم لذا يجب أن نراعي قوانينهم ونحترم منظومتهم. وإضافة أريد أن أنوه بشكل رئيسي لأنه حتى الأطفال، إلى كل طفل مهما كان عمره له بطاقة، وعلى الأهل أن يحافظوا على هذه البطاقة لأن هذه البطاقة ذات أهمية بالغة وقيمة عالية، ويجب وضعها كمان لحمايتها أكثر في حافظة بلاستيكية. أستاذ كامل، بسبب مباشرة الحكومة السورية المؤقتة لعملها خارج الأراضي السورية، بصراحة يعني الكثير من الأسئلة يعني تسأل وتطرح، يعني الأمر ملتبس لدى المواطن السوري، فأي الجهات تراجع؟ هل تراجعكم؟ هل تراجع الحكومة؟ يعني كيف نزيل هذا الالتباس؟ نعم، سؤال جيد، لأنه يزيل فعلاً اللبس الواقع في المواطن السوري المتواجد في الأراضي التركية. أولاً، أن الحكومة التركية ورئاسة الحكومة المؤقتة قامت بتكليف وزارة العدل لتغطية جانب توثيق الأحوال المدنية في سوريا، وقامت وزارة العدل بالدعوة إلى عقد ورشة عمل لكافة العاملين في مجال توثيق الأحوال المدنية ومن ضمنهم ممثليتنا، وسنقوم للمجتمع لغاية هذا التاريخ، وسنقوم إن شاء الله بالاجتماع والتنسيق لهذا العمل، وسنطرح تجربتنا التي المعترف عليها دوليا كتجربة وحيدة تعطي وثيقة سورية وطنية رسمية ولتعمل الفائدة على الجميع وللاستفادة منها وتعميمها على الأراضي السورية وخارج الأراضي السورية في الأردن ومصر ولبنان وإلى ما هنالك من مناطق، ولتوحيد البيان الذي أو الخدمات التي تغطي الأحوال المدنية في جميع المناطق السورية وخارج سوريا. ولكن أريد أن أنوه إلى أن وزارة العدل هي تغطي المناطق الموجودة في الوطن السوري في داخل سوريا، إضافة إلى التنسيق مع باقي المناطق أو المواطنين السوريين المتواجدين خارج سوريا. إلى أنه من ناحية اختصاص خارج سوريا، طيب أستاذ كامل، هل تملك الحكومة ممثلة لوزارة العدل فيما يتعلق في هذه الجزئية أن تباشر عملها خارج الأراضي السورية؟ بما أنه وجود في تركيا وهو مسموح به في تركيا، وتركيا لا يوجد لديها مانع من أن تمارس للصعوبات التي أبدتها الحكومة السورية في أن تمارس عملها ضمن الأراضي السورية، وعلما أنه يوجد لديها من مكاتب وستقوم بافتتاح مكاتب ومن موظفين في داخل سوريا ونسبتهم أكبر بكثير من الموجودين في خارج
سوريا. يعني الحكومة تقصد وزارة العدل هل أصبح لها مكاتب في الداخل؟ يعني هل باشرت أم ما زال الكلام حبرا على ورق يعني ينتظر التنفيذ؟ هلا باشرت في إعداد هذه المشاريع، وأنا لن أتقول عن الحكومة إيش هذا يخص. لا أنا أسألك عن معلوماتك فقط يعني. من ناحية أنا أجاوب من ناحية الأحوال المدنية. نعم. أنا أقول أن الحكومة وزارة العدل. نعم. وزارة العدل هي من ستقوم بتغطية الجانب التوثيقي للأحوال المدنية في سوريا عامة. نعم. وفي بقية المناطق المنتشر عليها المواطنين السوريين. نعم. لكن بالتنسيق مع السلطات أو مثلاً من ناحية الموجودين في الأراضي التركية، نحن كقنصلية سيكون. طب كيف سيتم التوفيق أستاذ كامل بين عملكم كقنصلية تعمل خارج الأراضي السورية وهو الوضع القانوني طبعاً، وبين يعني حكومة تعمل في المنفى وستقوم بمعالجة أيضاً أوضاع السوريين المقيمين أيضاً على الأراضي التركية؟ يعني هل وكأن وزارة العدل أصبحت بمنزلة وزارتين، أصبحت تجمع بين حقيبتين وزريتين، وزارة العدل من جهة ووزارة الخارجية من جهة، يعني كيف ستتم معالجة هذا الأمر؟ يعني ليس الأمر بهذه الدرجة. وزارة العدل ستقوم عبر مكاتبها في الداخل السوري ومكاتب التوثيق في توثيق الأحوال المدنية بالتعاون مع ما أنجز فعلا على الأرض. نعم. هكذا أخبرنا وزير العدل. نعم. أنقل ما قال به. نعم. وزير العدل بالتعاون مع هذه المراكز ومن هذه المكاتب، وسيعينون من موظفين من قبل وزارة العدل للعمل في هذه المجالات. نعم. ولكن في خارج سوريا مثلا نحن في حال نتكلم عن تركيا، نحن كما كممثلي للائتلاف او نقوم بعمل قنصلي، نحن من نقوم في عمل في توثيق الاحوال المدنيه كافه للسوريين المتواجدين على الاراضي التركيه، ولكن ضمن الخطه العامه لوزاره العدل التي تضعها وزاره العدل منبثقه عن هذا عن هذه الورشه العمل التي سنقوم بها ان شاء الله. ان شاء الله. طيب أستاذ كامل، يعني وصلنا إلى آخر سؤال وهو ما هي العقبات والمعوقات التي تعترض سبيل عملكم وهل من اقتراحات لحلها؟ مسألة العقبات، العقبات كثيرة كما نعلم بكل مجال، والعقبة الأهم على الأطلاق هي العقبة المالية والمادية التي تسمح لنا بالانتشار وتأمين خدمة أكبر للمواطن السوري. أنا قد أسلفت لكم أن في المكاتب التي افتتحناها كلها بجهود شخصية وبجهود تطوعية للمحامين. ليست لهم رواتب أستاذ؟ ليس يعني لهم لا رواتب وليس لحتى هذه اللحظة لم تأتي أي جهة رسمية كانت أو غير رسمية وتتبنى العمل التوثيقي للأحوال، رغم أننا نعطيهم وثيقة رسمية وطنية حرة. طيب ألم تتواصلوا مثلاً؟ الآن وتواصلنا. نعم. مع وزارة العدل. نعم. ووزارة العدل إن شاء الله بخلال هذه ورشة العمل وعدتنا بدراسة هذا الأمر وطرحه. طيب أستاذ كامل، يعني أنتم كممثلي ائتلاف وطني مثلاً موجودة في غازي عنتاب، أنتم يعني سياسية لمن تتبعون؟ قانونية لمن تتبعون؟ هل تتبعون الحكومة؟ هل تتبعون الائتلاف؟ يعني كما تعلم أن وزارة خارجية لم يكن من ضمن وزارة خارجية. طيب. وإنما تابعة للأمان العام في الائتلاف. طيب ألم تتواصلوا إذن مع أمان العام للائتلاف؟ شرحتم الواقع القانوني لديكم، المعوقات، يعني أمام هذا الإنجاز الذي وصلتم إليه، يعني اعتراف دولي على الأقل كما ذكرت لي حضرتك، يعني حوالي 3 دول أوروبية ما عدا الدول العربية ودول الخليج اعترفت بوثائقكم. أنا سأتكلم عن الملحقية. نعم. نحن ملحقية قانونية للملحقية شؤون قانونية وثائق ضمن مسيرة الائتلاف. طيب. فأنا أتابع عملي ضمن الملحقية، وأي اقتراحات أرفعها إلى ممثل الائتلاف الذي بدوره هو من يتواصل، ممثل الائتلاف الوطني يقوم بالتواصل مع الأمان العام للائتلاف، مع الحكومة، مع لإيصال المقترحات والأعمال لتسليل الصعوبات المتعلقة بعملنا. وهذا ما يتم، وإن شاء الله بعد قيام الحكومة نتأمل خيرا في أن يفعل العمل حقيقة ولإيصال الخدمة حقيقية ومريحة للمواطنين السوريين المتواجدين على الأراضي التركية كانت أو في أي مكان في الأراضي السورية أو خارج سوريا إن شاء الله.
شكرا لك أستاذ كامل. أهلا وسهلا، وشكري إلى حلب اليوم التي أتاحت لي هذه الفرصة. حفظك الله أستاذ كامل. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية لقائنا، ولا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا المحامي الأستاذ كامل أطلي، الكاتب والباحث السياسي وملحق الشؤون القانونية والوثائق في ممثلية الائتلاف الوطني في غازي عنتاب. شكرا لحسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.